بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم حبايب يوميات أسرة على قد الإيد؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة أم أحمد بأمر الله عاملة صينية بطاطس بلحمة الراس، مش اللحمة العادية، لحمة راس بس. بسم الله ما شاء الله عليها، والله العظيم طعمها تحفة تحفة بجد. أهي معانا، بصي اللحمة مستوية وجميلة ما شاء الله عليها، جميلة جميلة والله بجد، لان انا كل شوية عمالة اطلع واكل منها. يعني بص اللحمة مستوية وجميلة ازاي ما شاء الله عليها، والبطاطس بتاعتنا اهي مستوية وجميلة ما شاء الله عليها، ولا الريحة بقى، يعني الثوم عامل فيها شغل جامد، مخلية ريحة الشقة ما شاء الله عليها والله العظيم. مش عايزة اطول عليكم حبايبي، بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، ويلا بينا نشوف صينية البطاطس بلحمة الراس بتاعتنا دي عملناها مع بعض ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوة معانا بنسلق اللحمة بتاعت الراس بتاعتنا، اهي مغسولة طبعا ونضيفة وزي الفل وما فيهاش اي حاجة، وغسلينها بالدقيق كويس ودعكينها ونشطفها منه، ونرجع ننقعها تاني في مية وخل وليمون وملح، ونديها حقها يعني في النظافة كويس اوي قبل ما نشتغل بيها. دلوقتي بقى ميتنا سخنت، هنحط اللحمة بتاعتنا تتسلق على النار. دلوقتي بقى بننضف شوربتنا من اي رغاوي تطلع عليها فوق، نفضل نعمل كده لحد ما الشوربة بتاعتنا تبقى صافية ورايقة ومفيهاش اي حاجة، قبل ما نحط لها البهارات بتاعتها والبصلة والطماطماية والحاجات اللي بننكهها بيها. لازم ننضف الشوربة خالص ونخليها زي الفل الاول، يعني كده كده الشوربة مش هتتشرب، احنا ما بنشربش الشوربة بتاعت لحمة الراس، بس عشان اطعم اللحمة ويبقى طعمها حلو برضو تبقى الشغل ايه على نظافة، لازم انضف الشوربة. مش معنى ان انا مش هشربها هسيبها بالرغاوي بتاعتها كده، لا، انضفها واحط لها النكهات بتاعتها اللي هنعملها مع بعض دلوقتي، وبعد كده عادي مش هتشرب برضو. دلوقتي بقى بنعمل البصلة بتاعتنا اللي هنحطها على الشوربة بعد ما الرغاوي خلاص شلناها كلها وشوربتنا بقت نضيفة زي الفل ولحمتنا دخلت في السوا كمان. ادي بصلاية وادي عليها طماطماية او طماطمتين صغيرين، نحط عليها نص معلقة فلفل اسمر، نحط نص معلقة بهارات اهو، بهارات لحمة، بحب احط نص معلقة قرفة عشان تضيع طبعا ريحة اللحمة دي، لو فيها اي ريحة كده ولا حاجة القرفة بتضيع كل ده. حط الملح بتاعي عشان هي خلاص لحمتي دخلت في السوا، فما فيش مشكلة من الملح دلوقتي. هدعك بقى كل ده مع بعضه، هننزل بقى بيها بالشوربة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيبها بقى تغلي مع بعضها كمان 10 دقايق كده، عشان هي لحمتنا بسم الله ما شاء الله استوت اهي بقت زي الزبدة. اسيبها بقى ايه شوية في الشوربة علشان تاخد الطعم بقى ده. دلوقتي بقى هنحضر صينية البطاطس بتاعتنا ونجهزها. ادي بصل اهو قطعناه كده جوانح جوليان بالطريقة دي، ماشي. دلوقتي بقى هنحط عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط عليه الملح، نحط فلفل اسمر، نحط بهارات، بهارات لحمة، ماشي. بحب انا احط فيها قرفة مع لحمة الراس عشان لو فيها. دلوقتي هحط برضو نص معلقة كمون ونص معلقة كزبرة ناشفة كده. هدعك بقى البصلة بتاعتي بكل ده، هفضل ادعك فيها كده شوية لحد ما تجيب ميتها. دعكنا اهو البصلة بتاعتنا، هننزل عليها بقى بسم الله الرحمن الرحيم بحبة صلصة، ننزل بقى كل ده بسم الله الرحمن الرحيم على الصينية بتاعتنا، ونقلب كله مع بعضه. نحط برده 4-5 فصوص توم كده مطحونين ونقلبهم مع كل الخلطة دي. ادي رصينا الصينية بتاعتنا اهي وجهزناها، ودلوقتي مسكت الشوربة صفيتها خالص في المصفى وطلعت منها اللحمة كده، نضفتها من البصل والطماطم واللورة والحاجات اللي كانت فيها كلها اهو زي ما حضرتك شايفة كده بسم الله ما شاء الله.
طعمها جميل والله والله، دقتها طعمها تحفة، جميلة جميلة. بس احنا كده في الصينية دي يعني ايه، بنزود طعمتها زيادة شوية. ودلوقتي بقيت الصلصة بقى اللي معايا اللي كنت دعكة بيها البطاطس، بسم الله الرحمن الرحيم، هنزل بيها على اللحمة. دلوقتي الفرن بتاعي شغال، هدخلها الفرن واوريها لك ان شاء الله اول ما تطلع من الفرن. ادي حبيبة قلبي صينيتنا اهي، بعد ما دخلناها الفرن ولسه مطلعينها دلوقتي سخنة سخنة موحوحة خالص اهي، ما شاء الله عليها. بصي البخار ما شاء الله، بصي زي الزبدة، بصي الشوكة بتخش في اللحمة ازاي، ما شاء الله عليها، جميلة جميلة، تستاهل بقك يا حبيبتي، بسم الله ما شاء الله عليها اهي. وادي البطاطس اهي دايبة فيها ما شاء الله عليها، والله العظيم ريحتها وطعمها تحفة والله بجد. انا عمالة اكل فيها كده وهي سخنة، مش مستنية انها تهدى شوية. بالله عليكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.